لم تمض سوى أيام قليلة على صدور تقرير فريدوم هاوس الذي أكد تراجع الحريات في لبنان بسبب التضييق على الناشطين السوريين واعتقالهم من قبل الأجهزة اللبنانية، حتى استؤنفت هذه الممارسات مجددا بحسب المعارضين. هيفيدار زوجة خليل حسن معارض كردي وأحد الموقعين على إعلان بيروت دمشق، الاثنان يعيشان في لبنان منذ فترة وهنا ولدت طفلتهما رودين. هيفيدار كانت تنتظر عودة خليل من مقر الأمن العام حيث جرى استدعاؤه للتوقيع على تسوية أوراق إقامة زوجته وطفلته، إلا أنه لم يعد، فعلمت لاحقا أنه تم احتجازه لأسباب مجهولة وهي تخشى أن يتم تسليمه للسلطات السورية. شو بتطالب المسؤولين اللبنانية؟ هلا عندك الفرصة أنك تتوجهي لهم بكلمة عبر الام تي في، شو بتقولي لهم؟ بدي أقول لهم أنه نحن عايشين هون بلبنان، أنه بلد ديمقراطية وحرية، جينا لهون لنعيش بأمان هون مش أكتر. ما اعتدى لأي حدا، ولا حتى على اللبنانيين ولا حتى على اللي ساكنين هون نحن عنهم، يعني الكل بيحبونا وما في شيء انه بيتوجه للسلطات اللبنانية ابدا. يطالب المحامي نبيل الحلبي بالافراج عن خليل، لافتا الى ان احتجازه يوم السبت اي خارج الدوام الرسمي خطوة مخالفة لتعميم النيابات العامة، فهي تمنع اي مراجعة في الموضوع. كما يطالب بالافراج عن اللاجئ السوري شيار ابراهيم محمد الذي لا يزال معتقلا منذ كانون الاول في سجن زحلة رغم حصوله على افادة لجوء من المفوضية العليا للاجئين، اضافة الى 3 جرحى سوريين اعتقلتهم منذ يومين مخابرات الجيش في البقاع. لاحظنا جولة مكثفة لسفير الحكومة السورية في لبنان على المسؤولين اللبنانيين، عم يحثهم على التعاون والتنسيق واستئناف الاتفاقية الثنائية. نطلب مجددا من الحكومة اللبنانية عدم التنسيق الأمني بتاتا مع هذا النظام، مع الحكومة السورية، لأنها قد تكون جزء من مشكلة وجزء من ملف جنائي إذا ما فتح الملف الجنائي السوري. فهذه عملية التنسيق من الأجهزة الأمنية اللبنانية أو من بعض قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية وضباط الأجهزة الأمنية اللبنانية قد يكونون مدار مساءلة قانونية دولية. الاعتقالات التعسفية لناشطين سوريين كانت توقفت في حزيران الماضي نتيجة لضغوط دولية.